قويت معرفة الله في القلب، وتمكنت محبته وهيبته، صاروا وإن طلبوا الجنة ودرجاتها وسؤالها لا تكون علة في عباداتهم أصلا، ولا يقصدونها بنفس العبادة، بل يعبدونه لأنه الله المستحق للعبادة، ويرون أن توفيقه إياهم للعبادة شرف وفخر وعز وفضل عظيم أعطاهم إياه. الله لا إله إلا الله. وهكذا كل من ذاق لذة العبادة بمعرفة المعبود أضم عليه شهود المنة أن العبادة منا عليه من هذا المعبود جل جلاله، هو الذي هيأ لها وأكرمه بها. لو شار ما في عبادة هوى، عبادة نفس، عبادة شياطين، وعبادة مال، وعبادة دنيا، وقطعه عنه ولا قيمة له، لكن إذا هيأه لعبادته سبحانه وتعالى فقد شرفه وكرمه سبحانه وتعالى. الله وأنعم عليه بهذه العبادة، فإذا ذاق حلاوتها لم يعدل بها شيء. وهكذا يذكر في المتقدمين إلى المتأخرين. زرنا مرة عند أحبابنا في الأردن، مريت على الشيخ نوح، نوح حميم كلر، هو عمره أحد قد جاي لهنا، هو أصله من أمريكا وطلب العلم في الشام لما هداه الله للإسلام من قبل سنين. كبار المشايخ اللي تلقى عنهم في علوم الإحسان وتصوف هذا الشيخ عبد الرحمن الشاوري في علوم فقه الشريعة مذهب الشافعي، أخذوا على الشيخ عبد الوكيل الدروبي عليه رحمة الله، عرفناهم رحمهم الله تعالى. في بعض مروري عليه طلب مني، قال ادعو الله أن 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 يقيمني في عبادته أبدا أبدا سرمدا، ما ننقطع عن العبادة. يشير إلى ما يذكر العارفون أنه إذا ذاق المؤمن لذة العبادة عشق المعبود، فلم يجد لصقا لنفسه وقربا بهذا المعبود إلا في العبادة، فلا يرى أحلى من العبادة ولا ألذ من العبادة فيحب. وكان سيدنا ثابت البناني 50 سنة تسمع أخته في التهجد وفي الليل يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدنا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري، يحب العبادة حتى بعد الموت. قال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. لما توفي ثابت البناني، واحد من اللي حضروا دفنه سقطت عليه بعض متاعه الغالي، فجاء بعد ما فض الناس وحفر القبر بيخرج حاجته اللي ذكرناها، سقطت في القبر، فلما رفع اللبنة وجد الشيخ يصلي، فذهل شارع لي خذ حاجتك وسكت روح، فأخذ حاجته ورد اللبنة ومشى مذهول جاي لعند أخته. وأخته ثابت ما كان يعمل ثابت، قلت له ما تسألني؟ كان يحب أن أعرف ماذا أعمل. قالت لا في سبب، ليش تسألني؟ قال أنا أحب أن أقتدي به. قالت لا، لاحت عليه أخبرها، قال ما أنت أسأل عن هذا فإني أسمعه منذ خمسين عاما عند هذا الدرجة، يقوم يصلي في الليل ويقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبره. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.